very proud to الحمد لله، المعنويات جد مرتفعة. لاعبين على أتم الجاهزية، جاهزين أن ناخذ المقابلة، مقابلة كبيرة. إن شاء الله أننا نكون محضرين معهم، إن شاء الله نكون على قد المستوى. إن شاء الله أهم شيء أن المجموعة تفوز، مش لازم لاعب يسجل أو لاعب يسوي شيء، أهم شيء اللي يهمنا كفريق هو الفوز. مباراة كبيرة بين فريقين كبار، احنا جد فخورين احنا نكونوا هنا في القمة هذه. احنا جايين ان شاء الله اننا نقدموا مقابلة كبيرة على المسؤولية. نتمنى ان شاء الله اننا نكونوا محظوظين، ان شاء الله نتوجوا باللقب ونتأهلوا للمباراة الجاية ان شاء الله. اول شيء انا ما ادري بهالموضوع، في وكيل اعمالي هو اللي يعرف هالمواضيع. في الاخير وفي الاول لاعب مستطيل الاخضر، انا كل تركيزي على المباراه بتاع بكره. يعني انا الحين التركيز ديالي كله مع نادي العين، التركيز ديالي المباراه بكره. اي واحد لازم يكون مجهز عمره المباريات كثيرة. انت الحين في نادي كبير، كل 72 ساعة عندك مباراة. الحمد لله كل لاعبين اتم الجاهزية، ونتمنى ان شاء الله كما قلت سابقا اننا نكونوا بس محضرين ذهنيا، ان بدنيا كنا جاهزين، وان شاء الله راح نقول الكلمة ديالنا ان شاء الله. هذا حافز كبير حق لاعبين انهم باش يقدموا مستوى كبير. بالعكس الجمهور اللي غيحضر بكره، انا نتمنى ان شاء الله اننا نقدموا مستوى اللي يليق بالفرجه ويتمتع الجمهور. وبعكس اللاعبين تعودوا على الضغط الجماهيري، كما كتعرف السنه الماضيه لعبنا في ملاعب اللي حضرات بجماهير كبيره، والحين خصوصا اللي كنلعبوا في ملعبنا في مدينه العين، كتشوف دائما الملعب ممتلئ عن اخره. الحمد لله متعودين، وان شاء الله بكره ان شاء الله تشوفونا كيف بنكون ان شاء الله. اشرف داري لاعب منتخب الوطن المغربي وصديق ديالي، كنتمنى له التوفيق ان شاء الله. بتكون مختلفه المواجهه، انا بتكون خارج ديار المغرب، العلم بالله ولا واحد يعلم يعني كيف يكون المستوى لا ديالي لا ديال الأشرف داري. نتمنى التوفيق للجميع. اما بخصوص الضغط الجماهيري، نفس السؤال، احنا الحين تعودنا على الضغط الجمهور. الحمد لله احنا جاهزين.